بكم، مرحبا بكم في حصه جديده. بون اليوم كي كتلاحظوا معنا غادي نقادو سويس رول بالوصفه اللي عندي ديجا في السيت، غير زدت لها شي شويه ديال الكاكاو بون تقريبا واحد جوج معالق اولا معلقه كبيره ونص ديال بودره الكاكاو. عندي هنايا طاوة دهنتها بالزبده وغلفتها بالبابي ديال بابي كويسون ودرت شويه الزبده في هاد الجناب هادو. بون باش غادي ملي طيب الكيكه غادي تحيدو بسهوله. وكيف كتلاحظوا الكيكه ديالنا هي هادي، هاد لي بيول داعهم باقيين عندنا مازال خصنا نضربوها باش يتحيدوا تيمشيو. الفرن عندي راني مسخناه على درجه الحراره 180 درجه، نحاول نفرغوا الكيكه ديالنا، نهزو مزيان باش هاد لي بيول داعي يمشيو ما يبقاوش. عاودو نحاولو نخرجو ليها شي شويه البرد ديالها. ماشي بحال هاد الشيء فوالا، هنايا هاد لي بيول داعي راه حتى يبانو مزيان، كنظن غادي يكونو باينين. ما ماشي بحال في لاباط البيضاء ما كانوش باينين بزاف، دابا هنايا راهم باينين عليها. غندخل على بالي طيب على فرن 180 درجة لمدة ما بين 10 حتى 12 دقيقة بارك عليها. كتلاحظوا الكيكة ديالنا هي هي طابت، نانتومو غنحاول دابا نحيدو غير هاد الجناب هما اللولي. بون غادي نجيبها غادي نحطها فوق هاد لاكغي ونخليوها حتى تبرد في طالية تجي رقيقة كما كتشوفو، ومن الأحسن تجي رقيقة باش يبان هداك اللي غادي نلويوها غادي يجيو باينين دوك الطيات ديالها. ونخليوها تبرد واحد شوية عاد نعاودو نخدمو بيها. قبل ما ندهنوها خاصني نديرها فشي طوخشون اللي عندي شي اللي ما اللي ما متوفرش على هاد الكابي بزاف، ندير واحد غير للطياب ديالها. ومن هنايا في هاد العمليه هادي ممكن انه يستعمل ان طوخشون ولا ليكر، المهم شي زيف ولا ليكر، ماشي بالضروره يعني خاص الواحد يستعمل كابي بحال هكا يستعمل ان دابا. نحاول نحطها هنا كيف كتلاحظوا السوق يعني ما تخافوش عليها تهرس عكس مزيانه عاديه. بون بالنسبه لي هنايا عندي تقريبا مع الناموس وعلى فريز حيت كيتوالت بزاف الفريز مع الناموس ديال الفريز مع الشوكولا كيجي رائع. نتمنى انكم تجربوه وتشاطروني الراي لانه صراحه كيجي بنين، نتمنى انكم تجربوه. حاولوا هاد الجوانب هادو ما توصلوش ليهم، باقي هادي ماشي مشكل حيت غادي نلوي منها. المهم هنايا تخليو تقريبا واحد سنتيمتر هكذا كلها. كتلاحظوا الطريفات ديال لافخاز ديال الفراوله اللي كان عندنا في الكونفيتو. هاد لاموس على فخيز راه درتها ديجا، راه عندي في السيت، انا غنحط لكم ليا ديالها كتجي صراحة لذيذة. فهاد دابا غادي نحاول نبدا ندير. ضروري دائما تعاونوا بالبابي ديالكم او بالطخشة، يعني من الاحسن ما تطويوش هكذا بيديكم. ماشي غير نجيو ندور، لا خصني نهز واحد شويه عاد ندور باش اون فوا كتهز لا بات هي بوحدها كتنزل، ولا الكيك بوحدها كتنزل. وخصوصا ملي كتكون بحال هكدا الحشوه ديالها او لاموس اللي درنا او شي حاجه اللي درنا لداخل كتكون كتلصق، ما تخافوش عليها كتعاون انها تزير الكيكه مزيان بحال الشوكولا بحال هكدا لاموس، ما تخافوش عليها نهائيا. نحاول نساري واحد شويه نزيد
بنزيد شوية. شتو هنايا كون كترنا لاكخيم بزاف ونفوا غادي نلوي ودرنا لاكخيم فهاد لابارتي هادي ونفوا غادي نلوي غتخرج ليها لاكخيم على ضوء. داكشي علاش قلتلكم حاولوا تخليه واحد شوية متوسوش ليه لاكخيم. من دابا راه عشا الدراسة محتاجاش كاع التلاجة نهائيا. ولا أحسن نعاود نسيروها مزيان، نسيروها بعد هدا ديالها البرقية ديالها. نتوما كتجبدو عندكم طوماطون باش تسيرها مزيان باش تزير مزيان. نحاول نوضعها هنا وندخلها للثلاجة بين ما تبرد مزيان باش نقطعها على راحتي. درت لها واحد لاكاناش ديال لاكخام، كخام مع شوكولا، دوبت واحد شويه ديال الشوكولاط و ضفت عليه واحد شويه لاكخام فخاش وخلطته مزيان وسقيتها به من الفوق. دونك كيف كتلاحظوا هذه هي الكيكه ديالنا، كيف كتلاحظوا كتجي زوينه من الداخل، طبقات ديال لاكخام مع الكيكه. وصراحه ماشي غير كمنظر، ويعني حتى مذاقها صراحه بني، لان المذاق ديال الكاكاو مع لاموس ديال لافخاز جا رائع رائع بزاف. اللي بغى يدير لاكاناش بحالي هكا كوش رقيقه بزاف ديال لاكاناش من الفوق يديرها، اللي ما بغاش يرش غير سكر غلاس هكذا من الفوق. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها، لان صراحه لذيذه لذيذه بزاف كيف كنقول دائما. ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده. ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين وتخليو ليا لي كومونتير ديالكم وديروا جيم لا فيديو الى عجبكم. ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.